أول روتين يوم يا جماعة في رمضان النهاردة 3 أول يوم رمضان. حابب إن أنا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. حابب إن أنا أطمنكم عني وهنعمل روتين صباحي كده يا جماعة مع الطيور والكتاكيت الصغيرة. هنفطر الطيور كلها وهنشوف المفاجأة يا جماعة اللي الوزة عملتها لنا، وهقول لكم الوزة دي جت منين وجت إزاي. على العلم اللي متابع قناتنا يوميات في مزرعة من زمان عارف ان انا الوز بتاعي رائد على البيض ما شاء الله، وما فيش وز. ودي طبعا يا جماعة الفراخ بتاعتي كانت تعبانة بس انا الحمد لله عالجتها الجديدة. هنفطر بقى يا جماعة الطيور مع بعض كده وهقول لكم المفاجأة اللي عملتها الوزة، وهقول لكم الوزة دي بتاع مين، وهحكي لكم كل حاجة عنها بالتفصيل، وهقول لكم لا يا جماعة ما تبحتش بط رمضان. يلا بس بينا يا جماعة كده نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان إن شاء الله وإحنا مع بعض متجمعين في الخير وفي كل حاجة حلوة إن شاء الله، وكل حاجة جميلة في قناتنا يوميات في مزرعتي، ويا رب ما يقطع لنا عادة خالص. وإن شاء الله يا جماعة البط ده هيتبح كله بس مش النهاردة عشان أنا لسه تعبان والله، ما كنتش قادر أذبح ولا قادر أطلع على السطح. يلا بينا يا جماعة بقى ننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع نعرف كل حاجة مع بعض، واللي مش مشترك معانا في قناتنا يوميات في مزرعتي اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على أول حاجة كده يا جماعة معايا في الفطار هي الذرة ديت. طبعا يا جماعة أنا بس مش عارف أحط منهم، شايفين أهو، ده أول حاجة كده يا جماعة. طبعا يا جماعة الكتاكيت ديت أنا هحط لها العلف بتاعهم دلوقتي، انا بس حبيت ان انا افطر البط الاول عشان زي ما انتم شايفين كده هو ما كانش سايبني خالص. انا والله العظيم يا جماعه ما نمتش من امبارح علشان البط اهو. طبعا الوزه خايفه هناك هيت هتيجي بس كده يا جماعه، واقول لكم على المفاجاه بتاعتها واقول لكم هي جت ازاي. طبعا انتم عارفين ان انا الوز بتاعي رائد وهي فيها شبه بسيط من الوز بتاعي. يعني طبعا يا جماعه الفراخ هيت، هما بس كانوا واخدين مني دور برد بسيط. شايفين الوزه جت اهي يا جماعه، الوزه دي حكايتها وروايتها الوزه دي يا جماعه بتاعت جارتي. طب جارتك جابتها لك ليه؟ هل شريتها؟ هل بدلت؟ هل الكلام ده كله؟ لا يا جماعه انا كنت تعبان ما طلعتش على السطح خالص والله العظيم. انا يمكن ده اول مره اطلع على السطح من 8 ايام، من 8 ايام يا جماعه اول مره اطلع على السطح والله. بس انا الحمد لله خفيت يعني الحمد لله اتحسنت عن الاول بكتير. فدي اول مره يا جماعه ان انا اطلع على السطح، وهي جارتي كلمتني في التليفون وقالت لي ده هي جايه تذبحها عشان رمضان. لقيتها عليها البيضه وهي كانت ذابحه الذكر، هي ذبحت الذكر ذبحها بقى لها 3 ايام، والوزه ما شاء الله يا جماعه حملت يعني عبت، الوزه حملت تاني وعبت للبيض، وبالفعل يا جماعه الوزه جت باضت عندي. تمام طبعا اول بيضه باضتها ما كانتش متكسره لان هي ذبحه الذكر بقالها اسبوع، فبيتهيألي ان البيضه ما كانتش مخصبه خالص. وانا اول ما جبتها يا جماعه حطيتها مع الذكر بتاعي على طول، ورحت حايش ذكر البط، حش ذكر البط ليه؟ بحيث ان هما وذكر الوز ما يزقروش في بعض. وحشت ذكر البط يا جماعه وخليتها مع ذكر الوز ولفت عليا بسم الله ما شاء الله، وباضت البيضه الثانيه اللي هوريها لكم دلوقتي، وهروح اوريكم الوز بتاعي. هو اصلا الوز بتاعي بيزعق اهو طالع. وطبعا يا جماعه زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو ان انا ما ذبحتش البط بتاع رمضان عشان انا كنت تعبان ما كنتش قادر ان انا اذبح ولا انضف. وزي ما قلت لكم في فيديو قبل كده للناس اللي هتقول لي والدتك كفاء، انا والدتي يا جماعه مالهاش دعوه بالطيور خالص، انا والدتي بتاخد الحاجه جاهزه كده على طول. وهما بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي يعني حلوين، وكل ما بيقفوا كل ما بيزيدوا، كل ما بيقفوا كل ما بيزيدوا. هما كده يا جماعه عدوا مرحله القلش بتاع الريش اللي بتجي بعد شهرين، عشان هما كده بقى ماشيين في الشهر الثالث هما لسه ما قفلوش.
والفراخ هيت يا جماعة. أنا النهاردة هغير لهم العلف من علف ناعم لعلف حرش أهو، أحط العلف في العلافة وأرجع أحطه لهم كده هوت يا جماعة. أنا حطيت لهم العلف في العلافة، طبعا أنا عامل لهم المكان ده كده وبقفله عليهم. يعني كنبة قديمة كده يا جماعة أنا مستغلة، وشايفين عامل لهم الباب من هنا كده بصندوق رنجة اهو، بفتح لهم وادخلهم. طبعا انا بحط الحاجات دي عليهم بس عشان ان انا اعرف اصورهم لكم حشتهم من عليهم، واوريكم دلوقتي وانا بحطهم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هما بس طلعوا عشان انا مش مالكهم، هيدخلوا تاني. شايفين اهو. طبعا يا جماعة انا مجوعهم علشان ان انا اقدر اغير العلف وان هم ياكلوه، وما شاء الله عندي بقالهم شهر هم ضعفوا بس مني. انا ما بعيشليش فراخ بلدي، فانا هدخلهم بقى يا جماعة. والوزة التانية طلعت اهيت، وهدخل دلوقتي اوريكم المفاجأة بتاعة الوزة او البيضة بتاعة الوزة، وريكم الوز بتاعي الرائد. انا بقفل يا جماعة كتاكيت بالشكل ده كده هوت، وده مخليه لهم الباب. ودلوقتي بقى يا جماعه ادخل اوريكم البيضه بتاعه الوزه الجديده. البيضه هيت يا جماعه الجديده بتاعه الوزه الجديده ما شاء الله، هي حتى عليها دم كده غريب من هنا عشان بس هي بيضتها حتى مدببه كده. اول بيضه ده يا جماعه اللي هو البيض بتاع الوزه اللي قامت ما شاء الله رقد عليها هي. اللهم صل على النبي، الله اكبر، ربنا يا رب يحرسها ويحميها. دي البطن الثالثه، ودي الوزه يا جماعه هيت الرفيعه اللي حاطط تحتيها بيض رومي، وحطيت لها سلك هطلعها برضو عشان عشان تاكل، وصارهم لكم الثلاثه بره. شايفين اهم يا جماعه الثلاث وزات انا طلعتهم لكم علشان لحد بس يقول ان مثلا الوز ده اللي راقد او كده. طبعا لسه هغير لهم الميه وهحط لهم ذره عشان الوز ده. طيب الجارتي هتعمل ايه يا جماعه مع الوزه ديت او كده؟ انا خدتها منها وهديها بدالها كربط من دول تذبحه، وهدفع لها فرق كمان على حق ذكر البط. فهنشوف برضو لسه، او بفكر ان انا ماخدهاش بصراحه يعني عشان هي مش لازماني، وفي نفس الوقت ما بحبش انا حوار الشراكه ده. يعني قالت لي يا تاخدها شركه بيني وبينك يا تشتريها مني، يا تشتريها مني. طبعا يا جماعه هي ثمنها 150 جنيه عشان هي 4 كيلو وكل الوز ب 50 اصلا، بس هي يعني حسبتها كده اللي هو ب 150 جنيه تمام، عشان بتاع المحلات مش هياخدوها عليها بيضه عشان تبقى عارفين، يعني مش هيذبحوها ويلاقوا في بطنها بيض. فهي يا جماعه حاسباها ب 150 جنيه تمام، وحاسبه ذكر البط من دول ب 100 جنيه، يعني هي عايزه تاخد ذكر بط من دول واديها كمان عليه 50 جنيه. طبعا انا بقول لها لا، هي الوزه وذكر البط، لان بسم الله ما شاء الله يعني يا جماعه اقل ذكر بط في دول 3 كيلو، اقل ذكر بط 3 كيلو يعني 3 في 40 بكام؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ب 120 جنيه، يعني الذكر من ده ب 120 جنيه. فانتوا برضو قولوا لي رايكم في الكومنتات، او ان انا اخليها لها. انا قلت لها ممكن اخليها لك عادي خالص ومش عايز حتى حق الاكل ولا الشرب ولا تخسر ولا الكلام ده كله. ما جاتش يا ست من الشهر ولا من 35 يوم ولا 40 يوم اللي هتقعدهم عندي، انا مش عايزهم، وباخديها هي وعيالها. اصلا كده كده الوز اللي هتطلعه هيبقى وز حر، وانا اصلا يعني ناوي النية لله بس كده لو ربنا سترها على الوز ده وطلع على خير، ان انا مش هخلي عياله، هبيع عياله، لانه طبعا وز حر ما مش حابب ان انا اربيه خالص يعني. فبس، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ودي المفاجاه بتاعتنا. والبط اهوت شايفين يا جماعه شبعوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، واكلين ب 20 جنيه على الصبح ذره. الكل الذره يا جماعه ب 6 جنيه لحد يسال بس. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.